شاركت الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الجلسة الأولى للدورة 31 لمنتدى النساء البرلمانيات عبر الاتصال المرئي، وقد شارك فيها سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى وسعادة النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب. هذا وقالت سعادة النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قالت إن مملكة البحرين قدمت تجربة ثرية ونموذجا متميزا في مجال تمكين المرأة وتعزيز حضورها ومشاركتها في صنع القرار السياسي. إن مملكة البحرين قدمت تجربة ثرية وفريدة ومتميزة ونموذجا يستحق الاقتداء به فيما يتصل بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة وفي هياكل صنع القرار السياسي، كما تشهد على ذلك نسبة تمثيلها في السلطة التشريعية وحضورها الفعال فيها ومساهمتها البارزة في أعمالها. إن المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في صنع القرار وفي الحياة العامة على وجه العموم، على الرغم من أن النساء كنا في مقدمة الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات جائحة كورونا خاصة في الجانب الاقتصادي، إلا أننا كنا في الوقت ذاته في طليعة فرق المكافحة والتصدي لفيروس كورونا، أي الأمر الذي يستدعي الحاجة الضرورية لمزيد من الاهتمام والدعم لهن من تحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة المتساوية للمرأة في البرلمانيات في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المناصب القيادية وفي هياكل وأساليب عمل هذه المؤسسات، لن تكون إلا عبر إجراءات حكومية وتشريعية ملموسة تحقق هذه الغاية، وعلى البرلمانات تبادل الممارسات الجيدة وما اتخذته من تدابير لدعم مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع القطاعات والمجالات.